برحب حضراتكم مرة تانية، وننتقل من المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر ونعود من جديد إلى منافسات دوري نايل. النهاردة عندنا مباراتين زي ما ذكرنا في المقدمة في الجولة الـ16. عندنا هنا في هذا الاستوديو مباراة الداخلية وبيراميدز على استاد السلام. مباراة الداخلية تحديدا يا كابتن محمد، لو هنبدأ بالحديث عنها بصفته صاحب الأرض، فريق رغم الإمكانيات الضعيفة ورغم وجوده في ذيل الجدول، لكن من الآخر كم مباراة تحت قيادة عمرو حسن حياء بيحاول يكون ليه شكل مختلف. تعادل في آخر مباراة، خسر في الوقت الأخير تقريبا في آخر دقائق أمام نادي الزمالك. في شكل مختلف حضرتك ملاحظه تحت قيادة عمرو حسن، رأيك فيه؟ مفيش كلام طبعا. عمرو حسن بداية كلامنا عليه كان بنتكلم على مدرب واعد، مدرب لازم نقف عند نقطة ان هو من نوعية المدربين اللي عندهم ثقة في نفسهم وعندهم امكانيات في فكره، لان هو استلم الداخلية وهي تقريبا 8 نقط او 7 نقط، قدر ان هو يتعادل الماتش مع فاركو واتغلب الزمالك، والماتش الاخير بتاع طلائع الجيش. والحقيقه الماتش الطلائع كان يستحق ان هو يفوز، خصوصا بعد الطرد بتاع يسري وحيد في الدقيقه 55، قدر من خلال تغييراته ان احنا نتوقف عند نقطه ان هو مدرب كبير، مش مدرب واعد بس، لان التغييرات كلها بتوحي ان ده مدرب من نوعيه او فكر المدربين اللي عندهم نزعه هجوميه. يمكن الامكانيات مش مسامحاه قوي في الداخليه، لكن هو محتفظ ببعض اللعيبه اللي عندهم كوره كويسه، بيقدر ان هو يوظفهم كويس جدا في الشوط الثاني وبيعملوا الفرق الكبير، زي زياد طارق، اشرف بالقاسم، ومحمد العطار. دول لعيبه كوره قدروا انهم يعملوا فرق كبير قوي لفريق الداخليه في ماتش طلائع الجيش، خصوصا بعد طرد يسري وحيد، وكان الاقرب الحقيقه ان هو يحقق الفوز. لكن الطلائع تماسك كويس وقدر باسيو ان هو يطلع بنقطه من خلال ال 45 اللي خرج فيهم او اطرد فيهم يسري وحيد.